برضو حابب اقف عند حته محمد الضماطي عضو لجنه تنميه الموارد، لانه ده تقريبا اول كرسي قعدت عليه في النادي الاهلي. مظبوط. كانت الفكره ماشيه ازاي وتعاملت مع الكابتن حسن والكابتن الخطيب وقتها ازاي؟ والله اللجنه دي اتعملت في 2010، وكانوا واخديني كمان في حته ان انا كنت ببص مع بدايات اداره التسويق وقتها. كانت بتبدا تتاسس، وبصينا وقتها على عقد الرعايه اللي اتمضى في 2011، ابريل 2011 بالظبط. فهمت من خلالها الدنيا بتدار ازاي في النادي الاهلي، والامور بتمشي ازاي في موضوع عقود الرعايه والبث. وكان عقد رعايه 2011 ده من العقود الجيده جدا، كان ب 100 و150 مليون تقريبا، 151 مليون. كان من العقود المحترمه اللي وقتها كانت محققه طفره. واتكلمنا وقتها عن رؤى وافكار جديده في تنميه الموارد، لكن طبعا احنا للاسف الشديد ما كملناش. يعني اشتغلنا 2010، بعدين بقى 11 حصلت الثوره، و2012 جه طبعا الاحداث بتاعت بورسعيد والشهداء الله يرحمهم. عطلت طبعا حاجات كتير. ثم بدات مسيره مجلس الاداره. اربع سنين في عضويه مجلس اداره النادي الاهلي، حضرتك شايف الفرق بينها وبين اداره شركاتك ايه؟ يعني خاصه ان القسم المشترك لا مفيش رجل اعمال وصناعه مهم يدير او يشارك في اداره نادي رياضي جماهيري كبير. لا مفيش بقى علاقه بين الاثنين دول خالص خالص. ودي من الحاجات اللي انا كنت في الاول كانت يعني قبل ما خدت على الموضوع ده خدت وقت. لان في شركتك انت الى حد ما في مرونه اكتر. طبعا احنا شركتنا مقيده في البورصه. فاحنا ستيل طبعا عندنا مجلس اداره وفي اعضاء غير تنفيذيين وفي اجتماعات مجلس اداره كل 3 شهور، بس الدي تو دي انت اللي بتعمله، القرارات الصغيره انت اللي بتتحرك فيها على طول. لو في قرارات كبيره بتريبورت لمجلس الاداره وبتريبورت للبورصه. الاهلي الموضوع فيه مش كده. الاهلي فيه مجلس اداره، مجلس اداره فيه 12، فانت واحد من 12، وبعدين في اداره تنفيذيه تحتيك هي اللي بتنفذ وانت اللي بتبقى مشرف عليها. وفي نفس الوقت انت اللي في وش الاعضاء، ان لو حصل حاجه انت اللي عندك مشكله، وفي وش طبعا الجماهير. فالاثنين مختلفين. الريتم طبعا في الشركه الخاصه اسرع. النادي الاهلي او الانديه بشكل عام بيبقى فيه طبعا نوع من التأني في حاجات كتير. فهحكي لك قصة. كنا قبل الانتخابات اللي فاتت من ضمن البرنامج بتاعنا كنا ان احنا عاملين ابلكيشن للاعضاء عشان الدفع الالكتروني والكلام ده. فالفكرة لقت قبول في الاول، فقلت جبت شركة تعمل لي زي دامو للابلكيشن عشان اوريها للاعضاء واحنا ماشيين يعني. فالاعضاء كانوا بيعجبوا بيها جدا، فيقولوا لي هتعملها امتى؟ فاقول لهم اسبوعين بعد الانتخابات هنكون مخلصينها. فطبعا دخلت بعد المجلس، يا جماعه الابلكيشن لا 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 لسه بقى هنعمل، استنى لما الاول نستلم النادي ونستلم الموقف المالي، بعدين نحطه في الاولويات، واخدنا في شركتك بعدين هتنفس فورا، بعدين مناقصه، بعدين فني ومالي. خدت يمكن سنه عقبال لما طلعت. ولذلك يوم ما طلعت انا في المؤتمر الصحفي بتاعها اعتذرت. يعني انا قلت للناس لو حد كان فاكر انا بكذب عليه عن عمدي، يعني انا ما كنتش اعرف، انا فعلا كنت فاكر الامور الاجراء ده زي ده. فخدت حتى الشركه اللي كانت عامله لي الديمو دي ما خدتش المراقصه لان العرض المالي بتاعها ما كانش اقل واحد. لانك في النادي ملتزم باجراءات قانونيه، اجراءات ولوائح، وزي ما بقول لك بتمشي في سيكونس معين. فتعودت بقى على الكلام ده مع الوقت، وده الصح، لان النادي الاهلي في النهايه نادي ملك الجمعيات العموميه، ما ينفعش الامور تضار فيه بجره قلم، لان دي مش مال خاص، فلازم يبقى فيه التوازن ده.